الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع رومانيا في مختلف المجالات. وزير الدفاع يعود للقاهرة بعد زيارته لفرنسا واجتماعه مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية. وشركة تذكرتي تعلن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين بجميع الاستادات بكأس أمم إفريقيا. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في موجز إخباري جديد يأتيكم من أكسترا نيوز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع رومانيا في مختلف المجالات. وخلال مباحثاته مع نظيره الروماني كلاوس يوهانس، استعرض الرئيس تطورات الخطة التي تتبناها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي اتفاق الرئيسين على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، والاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وضرورة التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية. شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتصدي لجميع أشكال الدعم للجماعات المتطرفة. وقال رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني إن اللقاء مع الرئيس الروماني مثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى إزاء تطورات المنطقة، مؤكدا أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس السيسي انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي. وقد المتحدث باسم الرئاسة سفير بسام راضي إن مسؤولي الجامعة أشادوا بجهود الرئيس في تطوير التعليم في شقيه الأساسي والجامعي، كما ثمنوا مساهماته في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسي العياط، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية. أدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تساير مواقف مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين أنها تسعى نحو البقاء في السلطة بأي شكل، مما جعلها ديكتاتوريات مستبدة. عاد إلى أرض الوطن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بعد اختتام زيارته لفرنسا، حيث حضر فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء، كما التقى بوزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي وتناولا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25 من يونيو الجاري وفقا للضوابط المعلنة بمناطق التجنيد المختلفة والمتاحة على الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة.
أعلنت شركة دفترتي والشركات الأمنية التابعة لها الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على الاستعدادات الستة المخصصة لمباريات البطولة في جميع الأدوار. وأشارت في بيان لها إلى توفير أجهزة للكشف عن بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة، وتوفير بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة. وأضافت شركة دفترتي أن جميع مباريات البطولة سيتم تأمينها باستخدام طائرات درون، كما أكدت اتخاذ إجراءات تأمين استثنائية يجرى تنفيذها بكل دقة من خلال عناصر محترفة ومدربة. إلى هنا نصل مع حضرتكم لختام هذه الجولة الموجزة من الأخبار، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.